سناب فلاتر هاي هي لا وهاي سوالف مالاتهم. تطبيق سناب شات أسر عقول مستخدميه واستحوذ على قدر كبير من أوقاتهم وحياتهم، فلم يعد أمرا غريبا أن تشاهد شبابا يتحدثون إلى كاميرات هواتفهم، إذ أصبح ظاهرة أدمن عليه الكثيرون لنشر أدق تفاصيل حياتهم في الأسواق وعلى مائدة الطعام وفي أماكن العمل والجامعات وحتى أثناء القيادة، إذ بلغ عدد مستخدميه حول العالم أكثر من 185 مليون حسب آخر إحصائية أجريت. يعني إدمان، يعني أكثر شيء سناب إدمان، خاصة أول فلتر و24 ساعة سناب، كل مكان سناب، كل طلعة سناب، كل حفلة بيها سناب. يعني حلو شيء برنامج راقي ويحفظ وبالاستديو ولا يقطع ولا هاي، وزين شيء يعني حضاري وشبابي بنفس الوقت، فكل من حريته يعني الشخصية، أكو يستخدمونه حسب هو يعني الحرية مالته، إذا كان سلبية أو إيجابية، بإيجابيات وبسلبيات، وطبعا بأي مجال هذا الشيء موجود. سناب شات يعني المركز الأول بالبرامج، يعني إذا أقول لك 80% يعني كوسط جامعة إحنا نعرف اللي يستخدمون سناب شات. هسه ماكو أي طالب ما عنده سناب شات، ماكو أي يعني موظف ما عنده سناب شات. يعني أول ما تعرف على زميلتك أو زميلك راح سناب شات. فيما وصف آخرون هذا التطبيق بالسلبي، لا سيما الذين يدمنون على نشر وكشف خصوصياتهم الشخصية بشكل آني، فضلا عن ما يتسبب به من مشاكل اجتماعية في بعض الأحيان. يكشف خصوصيات للناس بصورة عامة بكل وقت بكل لحظة، هذا شيء غلط. بهالحال حالة راح تكون الحياة مفتوح، حياتك مفتوحة للجميع، كتاب مفتوح للجميع، وهالشيء مو صحيح. يعني يقعد من النوم يصور نفسه وينشر، يقعد وإضافة إلى السمايلات اللي موجودة واللي دي نزلوها، يعني أكثريتها حيوانات، يعني المفروض الإنسان يرتقي عن هذا الشيء كله، يعني تكرم تشلب وهاي الشيء كله ما حلو هيجي شيء. وتتراوح أعمار مستخدمي السناب شات وفق دراسات أمريكية بين 15 إلى 35 سنة، لكن ما يميز هذا التطبيق هو توثيق الصور والفيديو ونشرها بنفس اللحظة، حيث تستمر لمدة 24 ساعة ثم تختفي بعد ذلك. تطبيق سناب شات أصبح يعرف أدق التفاصيل عن مستخدميه، إذ أكد بعضهم أنه لا يستطيع النوم أو الخروج أو الجلوس إلا بعد تصوير ذلك، في حين يرى آخرون أن تلك الظاهرة باتت تشكل حالة من الإدمان. من بغداد غيث محمد، قناة الرشيد الفضائية.